السلام عليكم. هلو، انا اسمي يحيى وهعلمكم ازاي تبقوا برو في سكراتش بطريقه سهله جدا. ماشي، فده ليزون 2. انا عملت ليزون 1، روحوا شوفوا ده الفيديو ليزون 1 قبل ما تشوفوا ده عشان تشوفوا البيزكس الصغيره قوي بتاع سكراتش. ماشي، فاحنا النهارده هنتعلم شويه بس حبه صغيره من الكودات في سكراتش. احنا هنتعلم events، control و looks. هنتعلم event و control و looks. ماشي، يلا الاول نبدأ ب event. ال event ده اللي بتفتح اللعبة بتاعتنا، تفتح يعني بيستارت اللعبة بتاعتنا دي. يعني when flag clicked، يعني برضو when green flag clicked اللي هو ده، يعمل الكود اللي تحتيه. when space key press اللي هو لما السبيس بار على الكمبيوتر بتاعك بريست، يعمل اللي تحتيه. when the sprite clicked لما السبرايت ده، احنا اتعلمنا في الفيديو اللي فات اللي دول السبرايت ده سبرايت 1، انا سميته بلاير. احنا عارفين ان احنا ممكن نغير الاسم من هنا، شو او هايد، السايز الاكس يعني يمين وشمال، لو قلت زيرو هيبقى في النص، وواي يعني فوق وتحت، لو زيرو تاني يبقى هنا. ماشي، when background backdrop switches to backdrop 1 او سكر، احنا عندنا 2 backdrops. احنا عندنا backdrop 1 اللي هي دي وbackdrop 2 اللي هي السكر. فلو قلت مثلا backdrop 1 هيعمل اللي تحتيه، واللون switch equal 10 اعمل دي. فانتوا شايفين هنا ده اللي هي الميوت، يعني لو عايز اعمل ميوت او اي حاجة ممكن اعمل من هنا. لما equal 10 يستارت اهو زي كده. ماشي، when I receive message 1 يعني broadcast message كده، يعني لو مثلا انا عملت message هلو، وانا هيريسيف يعني لما انا اسمع او اخد هلو اعمل اللي تحتيه. ودي اللي بتعمل لو انا مثلا بقولك هلو وانت تقولي هاي، لما انا ريسيف كده هقول هاي. ماشي، وده نفس الحاجة بس لما يخلص يستنى. ماشي، انا ممكن لو عايز اكلين اب البلوكس ممكن ادوس هنا، لو عايز اقاد الكومنت ممكن اعمل هنا، لو عايز اديليت كل البلوكس ماشي. كده خلصنا الحاجات اللي بتفتح اللعبة بتاعتنا. ماشي، دلوقتي هنتعلم الكنترول. الكنترول دي حاجات مثلا اللي بتستنى ريبيت وكل الكلام ده.
هقول لكم ازاي تحفظوا البلوكس فين بالكلر بتاعهم. مثلا دول يلو اللي بيستارت الجيم، ودول مثلا براون، كل حاجة ليها كلر. wait one second، احنا عارفين استنى ثانية واحدة، او ممكن اكتب اي نمبر. repeat 10 يعني لو مثلا قلت امشي 10 خطوات، repeat 10 times يعني هيبقى 100. عشان repeat 10 يعني repeat 10 times. forever يعني لو قلت move 10 steps هيفضل يموف 10 steps. if then يعني مثلا لو قلت له if touching اللي هو النت دي then اعمل حاجة، else مثلا لو touching النت قول براف، لو مش touching النت قول غلط. ماشي دي wait until حاجة تحصل، wait until حاجة تحصل. ماشي repeat until حاجة تحصل برضو. لو انا قلت repeat until right arrow clicked زي ما اتكلمنا هنا، ممكن اجيب ده واختار اي واحد، مثلا وير رايت ارو كليكت ريبيت انتل رايت ارو كليكت، اعمل حاجه ريبيت انتل حاجه كليكت. ماشي حلوه قوي. ستوب اول يعني ستوب اللعبه، او stop this script مش stop اللعبة كلها بس stop this player و stop other scripts in sprite. لو انا اعمل له كوبي مثلا يبقى stop برضو. ماشي احنا عرفنا دي. when I start the clone يعني ممكن اكريت كلون، كلون يعني يدوب لي كده الحاجة دي. ممكن ادوب لي كده اي، ولما انا ابقى كلون يعني مثلا ده كلون وده كلون، وانا هستارت ذا كلون اعمل اللي تحتيه delete this clone يعني امسح الكلون ده، امسح الكوبي ده. ماشي فكده احنا عملنا ال control. ماشي تعالى نروح ل اللوكس. اللوكس عشان تتكلم اكتر حاجة ليها. ماشي say hello for 2 seconds يعني قول hello 2 seconds بس مش اكتر من 2 seconds. 1 2 خلاص، او ممكن اغير 4 1 2 3 4 خلاص، او ممكن اقول مثلا اسمي. سكراتش 1 2 3 4 بس.
هلو نفس الحاجة بس forever. forever بص ما بيستوبش. ونفس الحاجة مع think for 2 seconds و think forever. لو عايزين تصغروا الشاشة ممكن تعملوا كده، لو عايزين تكبروها كده، لو عايزين تعملوا السكرين كله ممكن كده، ولو عايزينها كده، لو عايزينها يبقى صغيرة قوي، لو عايزينها كبيرة كبيرة قوي ممكن تعملها كده. switch costume to costume 2 احنا عندنا 2 costume، costume 1 و costume 2. لو عملت دوبليكيت هنا زي ما في الفيديو التاني قلتلكوا ممكن اعمل كده، ممكن اقفل، فانا هعمله واحد تاني خالص تركويز. عملت كده تاني، فده كوستيوم 1، ده كوستيوم 2، وده كوستيوم 3. ده كوستيوم 2، ده كوستيوم 1، ده كوستيوم 3. فاهمين ده مثلا نيكست كوستيوم يعني الكوستيوم اللي جاي بعديه. باك دروب احنا عارفين الباك دروب فوكر او باك دروب 1 اللي هما دول. ماشي، ونفس الحاجة مع نفس باك دروب، مع نفس كوستيوم ونفس باك دروب. change size by 10 يعني خلي كدي تكبر by 10. ماشي، set size 100 يعني خلي السايز بتاعها يكون 100 او اي نمبر تاني اللي انتوا عايزينه. change color effect by 25 يعني هو color بيتغير ال effect by 25. او ممكن eye fish يعني بيخلي الوش بتاعه يكبر، او ممكن اي حاجة تانية. ماشي، set color effect to 0 يعني يبقى عادي، بس عشان البرايتنس كده فعايزين برضو البرايتنس يبقى عادي، والاي فيش برضو يبقى فيش اي معلش يبقى عادي. clear all graphic effect مثلا ده graphic effects او color graphic effects اهو بيبقى عادي. شو احنا عارفينه اظهر وهايد ما تظهرش. ماشي، go to front layer يعني روح قدام، و go to back يعني روح ورا السكرين ورا الباك دروب. go front one layer برضو زي next costume بس go forward او backwards اي layer، ممكن مثلا 7 layers. والحاجات اخر ثلاثة دول هنتعلمهم في واحد في ليسون تانية عشان دول حاجات تانية. يلا كده اتعلم كنترول وايفنت ولوكس. اشوفكوا في النكست ليسون باي. واهم حاجة ما تنسوش تي سي. باي باي. انا اسمي يحيى، هعلمكم ازاي تعملوا سكراتش. باي باي.